الموجز الرياضي يأتيكم الأول لقناة الإلكترونية بالجزائر زي يوتيوب. أهلا بكم. بداية أخبار الموجز الرياضي بالمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، حيث كشفت مصادر إعلامية أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يعتزم التنقل إلى فيينا النمساوية، وهذا من أجل ملاقاة رياض محرز. تفاصيل أكثر نستمع إليها وإياكم في سياق التقرير التالي. رغم أن مواعيد المنتخب الوطني الجزائري لازالت بعيدة والتحضيرات للمباريات القادمة لم تنطلق بعد، لكن الناخب الوطني بيتكوفيتش الذي يحضر ويخطط للمواعيد الهامة التي تنتظر الخضر أبرزها تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. موعد مرتقب ولقاء حاسم هو الذي سيجمع بين البوزني بيتكوفيتش ونجم الخضر رياض محرز، لقاء في فيينا النمساوية بمناسبة تربص نادي الأهلي السعودي، سيكون من أجل الحديث عن مصلحة الخضر وإذابة الجليد بين الرجلين وتوضيح العديد من النقاط التي تخص بيت المحاربين. غياب أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية عن التربصين الأخيرين للمنتخب الوطني صنع الحدث وأثار الجدل وأسال الكثير من الحبر. إذن هي خطوة كانت لابد أن تكون بين المسؤول الأول عن العارضة التقنية للخضر وبين أحد صناع النجمة الإفريقية الثانية. إلى خبر آخر، وفي اتصال هاتفي مع الناقد الرياضي حسين جناد مع قناة زير تي بين، كشف أنه يمتلك معلومات مفادها أن كل رئيس فريق جزائري يمضي لأي لاعب بقيمة تفوق 500 مليون شهريا سيتعرض للمساءلة القانونية. الأسباب التي دفعته للتصريح بهذا الأمر نستمع إليها وإياكم في هذا التسجيل الصوتي. شوف، هي قضية العرض والطلب. اليوم باش نكونوا واقعيين، اليوم كاين أندية اللي عندهم شركات كبيرة، وهذه الشركات راح تخصص لهم ميزانيات، والميزانية لما فريق الشركة تخصص له ميزانية، مثلا ناخذ فريق الشركة تخصص له ميزانية تاع مثلا 60 أو 70 أو 80 مليار تاع الانتدابات. اليوم ما يقدرش هذا الرئيس مثلا يروح يجيب لاعبين تاع 20 مليون في الشهر، أو يجيب تاع 500 ويجيب 600 ويجيب تاع مليار في الشهر عادي. ولكن تبقى احنا نشوفوها تبقى اسعار يعني مبالغ مرتفعه جدا. يعني هل اللاعب عندنا يستهل هذا الصالير؟ هذه وحده. وثانيا بقضيه الانديه هذه اللي ما عندهمش، او هادو ما يقدروش يقلعوا اليوم، ما يقدروش ينطلقوا اليوم في الريكروتمون. وزيد السوق اليوم راهي فارغه، السوق ما عندكش لاعبين. اليوم كاين مثلا حوالي كي تكثر كاين حوالي 10 لاعبين، وكل الانديه هذه اللي عندهم شركات كلهم يحوسوا يدوا هذ العشرة لاعبين. هنا اوتوماتيكمون يعني الاسعار رايحه تطلع. نعطيك مثال بسيط، انت تشري اللفت ب 60000 الكيلو، انا ب 5000 ما نشريهاش، ولكن علاش لحقت 60000؟ لانها ما كاش قليله. هذه هي نفس الشيء اللاعبين. اليوم مادام اللاعبين قلال، يعني العدد تاع اللاعبين المميزين قليل، الاسعار وحدها ترتفع. ولكن على حسب ما بلغني ان هناك يعني الجهات الرسميه وين رايحه تدير مساءله لرؤساء الانديه اللي يمدوا اجور فوق ال 500 مليون، وهذا شيء مليح يعني على الاقل باش ما تبقاش يعني هناك مشاحنه وكل واحد يزيد. الى اخبار الميركاتو الجزائري، اين امضى المدرب الجديد لفريق نادي اتلتيك بارادو رضا الجعيدي على عقده مع الفريق بصفه رسميه، وسينطلق في العمل مع النادي العاصمي بدايه من هذا الاسبوع. أعلنت الصفحة الرسمية لنادي جمعية أولمبي شلف أنه تم تعيين عبد الكريم مدوار رئيسا جديدا لمجلس إدارة الفريق، كما تم الإعلان عن تعيين سمير زاوي مدربا جديدا للنادي الشلفاوي. كما ذكرت الصفحة الرسمية أنه سيتم عقد ندوة صحفية خلال الساعات القادمة من أجل الكشف عن أمور الفريق وكل ما يخص النادي الشلفاوي. نختتم بأخبار جريدة دزاير سبور والتي اختارت عنوان نجم واعد، وتحدثت فيه عن الموهبة الجزائرية إلياس بن قار الناشط في نادي دورتموند
الألمانية أين كشفت في مقالها أن والده يفضل أن يستمر ابنه مع الفريق الألماني عوض الضغط عليه لاختيار المنتخب الذي سيتقمص ألوانه مستقبلا. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام الموعد الإخباري، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.